شبيه ترامب أو من وصف بالوحش الذي صنعه الرئيس الأمريكي السابق قد يصارعه فعلا على عرينه. فحاكم فلوريدا رون دي سانتس سيعلن ترشيحه للسباق الرئاسي رسميا الأسبوع المقبل وفق ما أفاد مراسل العربية. دي سانتس بدأ أولى خطواته الرسمية لإطلاق حملته الانتخابية باستدعائه كبار الداعمين الماليين إلى ميامي الأسبوع المقبل، كما وقع خلال الشهور الماضية على تدابير لإصلاح قوانين الانتخابات وتمكين طلاب المدارس من تحصيل قسائم يمولها دافعو الضرائب للتعليم الخاص، فضلا عن توسيع عقوبة الإعدام لتشمل مغتصبي الأطفال. وهكذا يضاف دي سانتس إلى قائمة من المرشحين رسميا للانتخابات تشمل جو بايدن، دونالد ترامب، نيكي هيلي وتيم سكوت وآسا هاتشنسون ومايك بنس وكريس كريستي. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.